السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بعمل معبوج الباذنجان. لهذا المعبوج سوف نحتاج إلى، هنا لدي 3 حبات باذنجان كبير، يعني نحتاج إلى 3 حبات باذنجان حجم كبير، تقريبا ما يعادل نصف كيلو أو أكثر بقليل. نحتاج هنا الفلفل الحار كمية حسب الذوق، يمكنكم وضع كمية من الفلفل البارد وكمية من الفلفل الحار، يعني خلط النوعين. حبتين بصل، حبتين كبيرة طماطم، نحتاج إلى كزبرة، نحتاج إلى هنا ثوم مع زنجبيل، ملعقة كبيرة ثوم مع ملعقة كبيرة زنجبيل، 3 ملاعق دبس الرمان، ملعقة كبيرة خل. هنا لدي عصير ليمونة متوسطة الحجم، حبة الخردل ملعقة صغيرة إذا توفر لديكم، إذا لم يتوفر استغنوا عنه. هنا سوف أحتاج إلى القليل من معجون الطماطم، تقريبا ملعقة كبيرة إلى ملعقة ونصف. سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة بهار الكاري، أستخدمه بهار مشكل حسب متوفر لديكم، ملعقة صغيرة كزبرة بودرة، ملعقة صغيرة كمون، فلفل حار حسب الرغبة، ونصف ملعقة فلفل أسود. ونحتاج طبعا إلى الزيت وإلى الملح. في طنجرة نضع حوالي 1/4 كوب زيت، ونضع حبوب الخردل، نحرك حتى تصبح، تسمعون صوت الفرقعات. طبعا إذا توفر لديكم حبوب الخردل، إذا لم يتوفر استغنوا عنه. الآن سوف أضيف البصل ونحرك قليلا حتى يذبل، تقريبا نصف دقيقة إلى دقيقة على نار متوسطة. الآن سوف أضيف الثوم والزنجبيل وأحرك. الآن سوف أضيف الفلفل الحار أو الفلفل البارد مع الفلفل الحار حسب الرغبة، نحرك تقريبا أيضا لمدة دقيقة حتى يذبل الفلفل. الآن كما ترون بعد مرور تقريبا دقيقة نضع الطماطم وأيضا معجون الطماطم. سوف أضع ملعقة ونصف كبيرة، ممكن إضافة ملعقتين حسب الرغبة وحسب الذوق، ونحرك. سوف أتركه حتى يذبل الطماطم وينشف قليلا من الماء، ثم سوف أضيف الباذنجان. الآن سوف نضيف الباذنجان ونحرك. نضيف الكزبرة، سوف أتركها تقريبا دقيقة إلى دقيقتين، ثم سوف أضيف البهارات. طبعا أنا قمت بشوي الباذنجان في الفرن حتى أصبح لين، بعدها قمت بإخراجه ووضع في كيس بلاستيكي حتى يبرد قليلا ويسهل إزالة القشرة، ثم يهرس. الآن سوف أضيف البهارات والملح طبعا حسب الذوق. سوف أحرك، أحرك تقريبا لمدة دقيقة، بعدها سوف أضيف باقي المكونات.
سوف أضيف الآن الخل، وسوف أضيف الليمون ودبس الرمان. ونحرك، سوف أتركه على نار هادئة تقريبا لمدة 3 إلى 4 دقائق ويكون جاهز. هذا هو معبوسنا جاهز، نضع فوقه الزيت لنحافظ عليه من التعفن، ونحتفظ به في الثلاجة إلى حين استخدامه.